على المستوى الفني بقى تعال نروح للزمالك. وانا بقول النهارده بدايه العوده، وبقول والكلام اللي بنقوله بقالنا اخر ايام، الجمهور يدعم يدعم، دوس، عارف لما تدوس بنزين عشان العربيه تتحرك، دوس بنزين للفريق وللعيبه، سيبك من كل الهري اللي حوالين الفرقه، ارمي ورا ظهرك ولا تعبر ولا تتشغل، خلي عينيك باستمرار. وانا بقالي شوف بقالي كام يوم بتكلم على جمهور نادي الزمالك اللي يبقى مركز مع فرقته جدا جدا جدا، والنهارده النتيجه دول ولاد الزمالك بقى. وانا بقول اهو الصفقات اللي جابها الزمالك بص تحت ال 50%، والله العظيم اقسم بالله فيهم، لا انا بقسم بالله من غير ذكر اسماء، تقديرا لاسم نادي الزمالك، يعني في اسماء مش عايز اقولها، تقديرا فقط لكون لاسمه فانيله نادي الزمالك، مش هقول اقصد مين، انما في هنا انديه والله العظيم ان في لعيبه الزمالك ضمها وبيدفع ملايين فوق ال 10 مليون جنيه سنويا، رواتب و15 مليون و20 مليون، وكلامي واضح اهو، و20 مليون في السنه للعيبه والله ما تلعب في سيراميكا، لو اتعرضت على نادي سيراميكا مش هيوافق، لو اتعرضت على النادي المصري مش هيوافق، لو اتعرضت على نادي سموحه مش هيوافق، لو اتعرضت على نادي فاركو مش هيوافق، لو اتعرضت على اتحاد سكندري مش هيوافق، لو اتعرضت على المقاولين مش هيوافق، لو اتعرضت على طلاع الجيش وام مش هيوافق. انا بقسم بالله ان في لعيبه في الزمالك لو اتعرضت على الانديه دي مش هتوافق تاخدهم اصلا. فالزمالك النهارده لما تشوف التشكيله الملاحظه اللي خدت بالي منها، انه ولا لعيب من الصفقات الجديده بدا المباراه دي اللي هي بعد 9 ماتشات مشاكل، الزمالك خسران منهم مش عارف 6 ولا 7 اخر 9 ماتشات قبل دي، بص بادئ بصبحي وحسام عبد المجيد وعبد الغني ومحمد طارق، كل دول ابناء نادي الزمالك، خد بالك حسام عبد المجيد ناشئين زمالك، محمد عبد الغني من ابناء الزمالك، محمد طارق، محمد عبد الشافي، سيف جعفر، نيمار، ده احنا سيف رقنا نشف، بنقول يا جماعه من ساعه ما امام مشي السيف اللي يلعب في الحته دي، النهارده احسن لاعب في الماتش، النهارده احسن لاعب في الماتش ويستحق يبقى احسن لاعب في الماتش، بدا بشيكابالا النهارده من النجوم المباراه شيكابالا، لانه عارف يعني ايه نادي الزمالك وفانيله نادي الزمالك واحتياج نادي الزمالك له النهارده للخروج من عنق الزجاجه، واحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري، ولا لعيب من الجداد، بدا بقى ايه ينزل عمرو السيسي، طبعا نزل عبد الله جمعه ونزل يوسف اسامه نبيه ونزل مسلوسي ونزل اشرف رؤى وخرج عبد الشافي وخرج نبيل عماد دونجا وخرج سيد نيمار وخرج سيف جعفر وخرج شيكابالا، دي التغييرات اللي تمت يعني، انما النهارده سيف جعفر نجم المباراه رغم انه خرج في الدقيقه 74، خد بالك نجم المباراه، وشفنا النهارده لعيب تكالنج ازاي بقلبه على الفرقه، بيستلم ازاي، دريبلنج على الكوره، بيروح يعمل باصات والاجوان، مشارك في كل جون تقريبا النهارده في الثلاث اجوان باستثناء الجون الثالث شيكابالا هو اللي كان عامله، يعني شوف النهارده ال 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 النزعه الهجوميه والدفاعيه اللي يحسسك بريحه امام عاشور، سريعا سريعا، انما ده درس انه كتر الصفقات اللي جابها انا مش مستوعبها ومش فاهمها ومش عارف اسبابها ايه، أنا معرفش أسبابها إيه.